القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة يمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها. هذه القضية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز، التي وبحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي وبناء على مواقفها الثابتة والمشرفة بهذا الخصوص، بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المشرفين عليها، وتسريع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل جذري والنهائي للصراع برمته.